إبراق، طاقة الاسم رقم 7، طبعه مائي، كوكبه القمر، الحجر الكريم الملائم، العنبر والياقوت واللؤلؤ، يوم السعد الاثنين. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة الإنسان. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم: يا حليم، يا كبير، يا معيد، يا غني. أنت إنسان طيب القلب، عاطفي، محبوب، صاحب حدث وبديهة، وذو خيال واسع، تتعامل بعفوية مع كل من حولك، حذر، متعاطف مع الآخرين، سريع الغضب، متشبث بآرائك، عزيز النفس، سريع الحركة، شجاع وجريء، مغامر، لا تخشى الفشل، اجتماعي، صبور، وتتحمل الأعمال الشاقة. تحمل العناصر الأربعة في اسمك، مما يجعلك تتأقلم مع كل الظروف وتساير كل الأعمار. كلمتك مسموعة وآراؤك موثوق فيها. لديك روحانية عالية، كما لديك صفر في حياتك. تملك حرف المال في اسمك، لكنك شديد الإسراف والتبذير. والله أعلم، والله الموفق.